من اعتمر ونسي أن يقصر أو يحلق ثم عاد إلى بلده وارتكب بعض المحظورات ومنها الجماع، فما الحكم؟ إذا نسي الحلق أو التقصير ورجع إلى بلده فعليه أن يبادر ويخلع المخيطات ويلبس ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر، وبهذا يتم نسكه. فإن حصل منه جماع فقد فسدت عمرته. إن حصل منه جماع يذبح شاة إن شاء الله وعمرته صحيحة. إذا حصل منه جماع قبل الحلق يذبح شاة في مكة، يوزعها على الفقراء وتكون عمرته قد تمت بإذن الله. نعم.